والله العظيم حالتنا على الله. الله وكيلكم معنا حق طعام يا أخوان. نبرك فروة هل أفرتني أشان كنتني أتضبو سدني لح. داود يا الدرد ميديا أيا نجلا سعطان وورين فيديو جن هدي وكسو جارسي شير جري صاحب هذا اللي بدك وح إلى جوا وأبو سوريان أه يا عرور بيسا حالة هذا كويس تم قال هذا مقدسه وأجد أن قف والبمانت أيو جرب كجبة هن جاي وح على الوحي وكساعد كرو إنه كساعده ودابنا يساعد أذيك دابنا يو ودري مكرت حالة ده يستخويس كان سيدو كلنتنا وحو إذا كعسنا إن جرب لو سي سيدي حالتان وكجب حلا أقي اسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ثابت حسين بزان من سوريا من منطقة إدلب. أنا جئت إلى مناطقكم يا أخوان إلى منطقة مقديشو وصلي 15 يوم في مقديشو هنا أنا وأولادي. جئنا يا أخوان من أجل شغل، لكني والله عمل ليس في هنا، أنا أعمل في العمل في الزراعة وهنا عمل ليس في زراعة. وجئنا طالبين من الله العون منكم ثم من الله العون، تعاونون يا أخوان تساعدونا. والله العظيم ليس في حالتنا شيء ولا طعام ولا شراب من أجل أولادنا، وأنا عندي ولد عاجز موجود في سوريا كمان حالته على الله. أما يا أخوان نحن طالبين العون والمساعدة والصدقة من الله ثم منكم أن تساعدوننا. والله لا عظيم لو كان في شغلا هنا، لكن لا احتجنا هذه التصوير كله، لكني يا أخوان والله العظيم هنا ليس في زراعة وليس في شيء إن شاء الله. الله يهدي بال سوريا يا رب حتى نرجع إليها غانمين سالمين إن إلى زوجاتنا وأولادنا. يا أخواني يا أخواننا مساعدة، لكني والله العظيم حالتنا على الله يا أخوان، ونحن جماعة لا يطلع بيدنا أي مصلحة كانت ولا ما زال ألا في الزراعة، ونحن والله شغلتنا في الزراعة ليس في شغلتنا إن كان صدقات ولا هذا، لكن يا أخوان نطلب المساعدة ونعون من الله ثم منكم أن تساعدوننا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ورفع الله البلاء عنكم وعن أولادكم وعن أزواجكم، وطعامكم الله زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يخلي أولادكم يا رب يحفظكم يا أخوان. إن مركز داود يال قيس كان شني توم معلومات أي جوا مجال هذا مقدس السيدة أو أسرع شيء عرورتي سكار سوري جوان حالة هذا جاهي ستو وحو أسنة يا إن لسه قرب استعو أو وحي على الوحي أبو دات كسو قرب استعتو إن عنو كانوا كحنو سيا سيدة بارك إذا كم وخنا يسو إن لمبركي سوا إبر ليه هل أفرتنيشن كنتني تضو صدني ليه وإبر ليه هل أفرتنيشن كنتني تضو صدني ليه أياد أوصو ديرك التواح على الوحي أد أغوط لغا شيء لما شعبك الصومالي تحارة جينيا إنيك فرحين دونان قويس كان سلامر كان واح على الوحي أبودان أوصو ديرا لمبركاس خوف والبمان توحي وبحثة أيو وبحثنا يا معلنة قيامو صاحب بذا قايلي أهينا داواني دلي ديبيد ميل والبجوك تواح على جينيا إنيك فرحين دونتان سلامر كان أد قعان كسي دون تاسدي فرحاد إيكو هلا يقوي مقدش إيجو أن حالة داسنا أي أي ستو لما شعبك الصومالي iyo dhamaan dadka muslimiinta ah ee caalamka ku sugan waxa laga codsanayaa inay soo garab istaagaan inay ka farxiyaan inay murugta laga qaybsado in dhibaatada lala qaybsado maanta way dhibaateysayeen murug ayaa hayso xaalad adag ay ku jiraan waxa la rabaa in dhamaanteen aan u isaagno sidii qoyskan ay farxad ku helay qoys walba ee dhibaateysan oo muslim ah marka dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxa rajaynaya inay ka soo wada jawaabaan farxadna lala qaybsado qoyskan
عابنا لقى فرحيو وحي على وحي أقول تلاقي شيء هل دولار نص دولار واحد أوصل دري كرتا تلاقي فك شاشة دكاجا مخلو سدوا كلينت هدي إجران ضد إن راشين كوس دقي سكر حتى إنا كوس دقي سان خوف والبوحي أو إنا كوس دقي سو هذا لعق أودد هذا راشين أودد إن وح والبمان تأد أود إنا كوس دقي ستدار كوا وح على وحي وبهين إن لو كوس دقي هذا أمة ستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أخوان. الله وكيلكم، ما عنا حق طعام يا أخوان، ما عنا حق طعام ولا شراب يا أخوان. الله وكيلكم، حق أجار فندق ما عنا يا أخوان. الله وكيلكم يا أخوان. كرامة لله محمد رسول الله، ساعدونا يا أخوان. الله يبارك فيكم يا أخوان. تعاونوا على البر والتقوى يا أخوان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم يا أخوان. نحن حالتنا على الله ثم عليكم يا أخوان. الله وكيلكم، حق طعام كل يوم ما نجيبه يا أخوان. الله وكيلكم، وفندق غالي يا أخوان. نبركة فرواهل أفرتني يا شن، كنتني يا تضبو، سدني يا لح. جزاكم الله كل خير، رفع الله البلاء عنكم وعنا يا أخوان. الله يرجعنا أبلادنا وأبلادكم يا أخوان. كرام الله محمد رسول الله، ساعدونا يا أخوان. بارك الله فيكم. أرجعنا إلى خويسك كفر حيضونا أن أدد أمع ستي دردر ميدي أيانا غلا سعطة نبت قلي بشارو 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 وحالوغو بشارين يا نمان شعبوينها الصوماليات يكون لخان مقدشة إي نواحي جيدا إن حرون تشاعية دول أو أحرون أتاقنو أدقست شعبك الصوماليات يكون كنتي حريس إلكها بوحنت إلكها بحنت إلكها يتمان ديجيد خسي إلكها kuwaasi oo lagu qabanayo qiimo dhimis aad u balaaran xarunta sidoo kale waxaa diyaar kugu ah doktor shaaciye dool oo ah doktor takhasus u leh xirista ilkaha iyo bixinta waxyaabaha qusay ilkaha waxaana shacabka Soomaali lagu wargelinaya in xarunta shaqadeeda ay bilaabatay isla markaana shacabka lagu adeegayo gacmo furan hadii aad doonayso in aad ilkaha xirato ama aad iska bixiso ama buuxiso xarunta shaaciye dool oo ah xarun u taagan dhammaan adeegyadaasi ayaa waxay kugu soo dhaweeyneysa gacma aad u furan wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama hadda gaar xarunta shaaciye dool adiga oo dhammaan adeegyadaasi lagu fulinayo mahadsanidiin muqdisho ee joogan xaaladdaasna ay haysato dhammaan shacabka Soomaaliyeen iyo dhammaan dadka muslimiinta ah ee caalamka ku sugan waxaa laga codsanayaa inay soo garab istaagaan inay ka farxiyaan inay murugta laga qaybsado in dhibaatada lala qaybsado maanta way dhibaateysayeen murug ayaa hayso xaalad adag ay ku jiraan waxaa la rabaa inaad dhammaanteen aan u istaagno sidii qoyskan ay farxad ku helayay qoys walba ee dhibaateysan oo muslim ah marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaa rajaynayaa inay ka soo wada jawaabaan farxadna lala qaybsado qoyskan caawana laga farxiyo wixii alaal wixii aad ugu talagashay hal dollar nus dollar waxaad ugu soo diri kartaa taleefanka shaashada kaaga muuqdo sidoo kaleente hadii ay jiraan dad raashin ku sadaqaysan kara xataa inay ku sadaqaysaan qof walba wixii uu awoodo inuu ku sadaqaysto hadaa lacag awoodid hadaa raashin awoodid wax walba maanta aad awood inaad ku sadaqaysato dhar kabo wax alaal wixii u baahanyiin in loogu sadaqaysto aadad u maasateen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum yaa akhwaan الله وكيلكم، ما عنا حق طعام يا أخوان، ما عنا حق طعام ولا شراب يا أخوان. الله وكيلكم، حق أجار فندق ما عنا يا أخوان. الله وكيلكم يا أخوان. كرامة لله محمد رسول الله، ساعدونا يا أخوان. الله يبارك فيكم يا أخوان. تعاونوا على البر والتقوى يا أخوان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم يا أخوان. نحن حالتنا على الله ثم عليكم يا أخوان. الله وكيلكم، حق طعام كل يوم ما نجيبه يا أخوان. الله وكيلكم، وفندق غالي يا أخوان. نبركة فرواهل أفرتني يا شن، كنتني يا تضبو، سدني يا لح. جزاكم الله كل خير، رفع الله البلاء عنكم وعنا يا أخوان. الله يرجعنا أبلادنا وأبلادكم يا أخوان. كرام الله محمد رسول الله، ساعدونا يا أخوان. بارك الله فيكم. أرجعنا إلى خويسك كفر حيضونا أن أدد أمع ستي دردر ميدي أيانا غلا سعطة نبت قلي